إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر. صباحكم مبروك، ربما الناس دابا غيكونوا ناعسين، كنتمنى أن يكونوا باقين الناس باقين فيقين معنا كيفما وعدناكم قبيله أنا والزميل موسى بأنه حنا باقين فايقين معكم. إذا حنا حاليا قربنا من سوق أربعاء تابو راحت، إياك الزميل موسى. أكيد تحياتنا لك بعد السي مصطفى، وتبارك الله عليك، وتحياتنا لكل متابعينا الأعزاء عبر قناة الشعب، قناة شوف تي في، في التغطية المستمرة والمتواصلة لتداعيات الزلزال، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان على مملكتنا المغربية. وكما شفنا وعشتوا معنا هذه الليلة متابعينا الأعزاء، أنا والأخ مصطفى ومرينا من أخطر المنعرجات، منعرجات تيزي انتيشكا، وتبارك الله عليك سي مصطفى على السياقة. بارك الله، أنا مرحبا. فترة طويلة كنمر من تلك المنعرجات، تقريبا أول مرة كنمر بها بلا ما نحس بها. بارك الله فيك، الحمد لله. حتى الرفقة ديالك كانت طيبة، الرفقة الصالحة كتكون مزيانة. إذا كيف ما قال الزميل موسى، مشاهدينا الأوفياء، حنا حاليا توقفنا بواحد الدوار لحدود هذه اللحظة، ما عرفناش باقي، ما عرفناش السمية، ولكن حنا حاليا في ضيافة ديال واحد المؤذن ديال المسجد هنا مسكين. سبحان الله، حنا محظوظين والله يعني مع المرور ديالنا حدا المسجد، فقابلنا هذا الرجل الطيب اللي كيأكد الطيبوبة ديال الحمد لله. الساكنة اكيد اكيد، الكرم، الناس والكرم ديال الكرم، بطبيعة الحال. ف يعني مسكين عمر دينا شي في هذه الليله، والله العظيم. وغير شاف اللوغو ديال شوف تيفي مع سبحان كاين الله. دي الميكرو البونات قدام. في الأمامية، فتأكد بأن طاقم شوف تيفي موجود في هذا المكان، حتى الجيلي نفعنا خويا موسى. وتسجيل أيضا الجيلي تسجيل راه أيضا باش مزيان تلبس الجيلي، سبحان الله العظيم. كما قال الزميل موسى، فحاليا كنتواجدوا في هذا الدوار. تصور حنا ما عارفين صراحه في كين. المهم، غير هو ملي قال لنا بانكم راكم قراب من السوق، اجي وقول لك نعسوا واحد ساعتين ولا شنو، على الاقل نعسوا واحد ساعتين ولا شنو، ارتاحوا باش الصباح تدخلوا السوق. والهدف كما قال الزميل موسى، حيت الفكره عنده جيده وزوينه بزاف، بغينا ناخذوا ارتسامات ديال الناس في هذا السوق من بعد بعد الزلزال، الزلزال، وهذا الشيء ياك مهم الزميل موسى. للغايه، مهم جدا. انا نشوف ردة الفعل ديال الساكنه، وحتى واش فعلا رجعت الحياه لطبيعتها، لان كنسمعوا في منابر الاعلام بان الحياه رجعت لطبيعتها في مجموعه من المناطق، وفي هذه المنطقه بدات السي مصطفى، لان ما كاينش بزاف ديال التغطيه ديال وسائل الاعلام في هذه المنطقه. تقريبا قناه شوف تي في اول منبر اعلامي غيوصل لهذ النواحي ديال المدينه تاع ورزات. شفنا منابر اخرى وصلات لإقليم الحوز وحتى مناطق قريبة من ورزازات، ولكن بعد فد المنطقة اللي ما بين ورزازات ومدينة أكادير وسالودانت، فقليلة هي المنابر الإعلامية، إن لم نقل كنقول فقط ما كايناش، ما كاينش منعدم. صراحة غير الجميل الزميل موسى. هو كنكملوا العمل اللي بدوه الزملاء، واللي كذلك بديناه رفقة الزميل الجليل، فحاولنا انه دائما الجديد، ما نحاولوش الحمد لله. اننا نفس المنطقة نمشيو ليها، كنحاولوا اننا دائما نبحثوا على مناطق اللي باقي ما وصلهاش اعلام، باقي ما وصلهاش اعانات. فحاليا كما قلتي، احنا حاليا في الدوار هذا، باقي بوتي صباح لنا الصباح هذا، نشوف كاين حنا هاد طبيعة الحال. السيارة بعدا فين حاطينها. هي يعني حتى هي مسكينة ضاربة معانا مسكينة. وراه تيزين تيشكا، وما ضاربة. أدراك ما تيزين تيشكا، والمنعرجة ديال تيزين تيشكا، فليس من السهل انك تمر منها. وشفنا الحال الكارثي ديال الطريق، صحيح كاين عمل متواصل من السلطات مشكوره، ولكن مازال العمل كتنتظر الساكنه ما هو احسن وما هو افضل، لان الطريق الوحيد اللي ممكن الساكنه ديال ورزاز والنواحي انه يمشيو لمدن اخرى، فكاد تيزين تيشكا هي الطريق الوحيد. بس بالفعل الزميل موسى، احنا دابا في يعني ما بين ورزازات واكادير، أكادير ياك ما بين ورزازات واكادير، هذه هي اللي شفت انا في البلاكه، ما بين ورزازات واكادير، وهذه دواوير حتى الصباح عاد غادي نشوفوا حالته. نشوفوا حالتها، ونشوفوا واش كاين شي دواوير متضرره هنا او لا. بدايه غتكون بالسوق ان شاء الله، إن شاء الله حيت تبارك من خلال السوق كتكون المعلومه، غادي يقدروا يعطونا ديك الساعه الدواوير اللي صابها الزلزال وما وصلوهاش الناس. هذا هو علاش حنا حاولنا كما قلت لك الزميل موسى، فكره عندك مزيانه، اننا نستهدفوا الاسواق، صحيح الاسواق يعني بشكل كبير، باش نعرفوا
كما قلتي التداعيات ما بعد الزلزال. يعني في السوق كتعرف المنطقة أكيد وكتعرف الساكنة وكتعرف الظروف ديالها الحقيقية، وأيضا متطلبات الساكنة من خلالها غنتعرفوا من بعد الزلزال واش فعلا الساكنة حتى في التسوق ديالهم فهو طبيعي، نفس التقاليد ديالهم نفس الطقوس اللي كيمارسوها في السوق في الأيام حياة اليومية، العادية، حياة اليومية. ومن بعد الزلزال واش تغير الأمر، واش متطلبات ولات أخرى ولا نفس المتطلبات اللي كانت ما قبل الزلزال. صح بالفعل، وهذا الشيء علاش دابا حنا كنحاولوا اننا نربحوا سويعات، سويعات راه بعدا بعد غلوض وهذا خاصنا نلوضوا وكري دابا السوق هذا حتى دابا المؤذن فهو كينتظرنا، ومشكور مسكينة. تحياتنا ليه. فكنشكرك اخوي مصطفى، تبارك الله عليك على المجهودات ديالك، وتحياتنا لكل طاقم شوف تي في وكل متابعينا الاعزاء. مرحبا. اذا حتى حنا بدورنا بغينا نمشيو كما قلنا بشحال في الساعه هذه، شحال في الساعه تقريبا؟ نسولك انت الله ينعرف بالله، قريبا الرابعة تقريبا، شحال في الساعه؟ اربعه قبل الله القسم، اكبر. الله يدير اربعه قبل القسم، والفجر راه كيبدا مع سته، سته يعني تقريبا ساعتين ديال المقال. نقول يلا الى نعطي ساعتين ما تقول الحد. اذا إن مشاهدينا شاء الله اوفياء، مشاهدينا شوف تي في، غادي نودعكم اذا كما وعدناكم كما وعدتكم قناه الشعب قناه شوف تي في، اننا غادي نعطيكم كل كبيره وصغيره، وغادي نكون عينكم التي لا تنام، هذا هو الشعار، عيونكم التي لا تنام، غادي نكونوا عينكم هنا في هذه المناطق كلها وفي الدواوير المتضرره اللي ما وصلتش مساعدات، وكذلك حتى المواطنين اللي الاصوات ديالهم ما تسمعاتش في الراي العام الوطني. فنتمنوا الله يوفقنا، لان التوفيق من الله عز وجل. كيبان لي بحال الجبل هذا قدامنا، ياك واحد بطبيعة الحال. جبل هذا، والله الا كيبان جبل هذا، يلاه شتو حتى دابا. اه جبل الله. السماء في هذه المناطق فهي كتختلف على السماء في المدن. أحسن مصطفى، تبارك نزوميو الله غير الطبيعة. الصورة نشوفو اللي عطاتنا هاد الجبل، والو. صعيب صعيب إن اه شاء الله ياك، بالنهار تكون اه اما الصورة هذا جبل، الله الا جبل. واضحة. هاهو هنا كاين جبل كيبان لي دايز من هاد الجهة، هذا واضحة. جبل غير هنا دابا الليل ميبانش لينا وإن شاء الله بالنهار فتوضح الصورة أكثر، شي اللي كاين. ومجموعة من الأمور إن شاء الله اكتشفوها معنا السادة المتابعين ديال قناة شوف تي في، لأن كاين أشياء وأسرار كثيرة في هذه المناطق السنطرة. ان شاء الله الزميل موسى، اذا على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر، نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم، ونتمنى التوفيق من الله عز وجل باش نكونوا عند حسن الظن ديالكم. اذا ما بقى لنا الا نودعكم رفقة الزميل موسى، على امل اللقاء بكم صباحا بسوق اربعاء تبوراحت. الى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم شوف تي في، كل من موسى مصطفى وكذلك مصطفى قرناوي، إلى اللقاء.